الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في ما وراء الحدث. انا مروج ابراهيم. بالتاكيد حضراتكم اكيد عارفين ومتابعين انه جماعه الاخوان الارهابيه واتباعهم واعوانهم يعني لا يهدأوا ولا يفوتوا اي مناسبه الحقيقه علشان يجددوا محاولاتهم المستميته لدعم العنف ضد الشعب المصري وتقليب الشعب على القيادات وعلى مؤسسات الدوله، التحريض بكل الاساليب الممكنه، وده طبعا بدعم من الجهات الحقيقه معروفه ومثبته حتى دعمها للجماعات الارهابيه وهي قطر وتركيا ومن يعني يواليهم. الحقيقه انه كان من 2016 تحديدا العناصر الاخوانيه الارهابيه اللي موجودين وهاربين في قطر وفي تركيا حاولوا ان هم يعملوا يعني شكل من اشكال الحراك الفاشل الحقيقه لمحاوله دفع الراي العام او يعني مجموعه من المواطنين ان هم يرتكبوا اعمال عنف في مصر، وده كان من خلال انشائهم او تدشينهم لكيان ما يعني غامض وهم اسموه ثورة الغلابة، أو خلينا نقول دعوة لحراك تحت اسم ثورة الغلابة. والحقيقة أن اللي كان بيدفع في هذا الاتجاه هو الإخواني الهارب في تركيا اسمه ياسر العمدة، وهو في هذا الإطار طبعا وظف كل المنصات الإعلامية في التحريض الدائم ضد مصر لدرجة أنه أفراد أسرته نفسهم اتبرأوا منه في أكثر من مناسبة. طيب علشان حضراتكم تكونوا في الصورة وتكونوا متابعين تسلسل الأحداث وكيف تعمل هذه الجماعة الإرهابية وكيف أنها لا تيأس أبدا من محاولاتها الفاشلة في يعني دفع البلد إلى الهوية كما يريدوا طبعا وكما يأملوا، إن شاء الله ده أبدا مستحيل يحصل. خلينا نستعرض مع حضراتكم بالتفصيل والأدلة التسجيلات الصوتية بداية محاولات الجماعة الإرهابية في نشر الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة، وده من قبل إخوان ياسر العمدة واحد من ضمن المجموعة اللي بتعمل في هذا الاتجاه، وكمان علشان يدعموا أو ينشئوا الكيان بقى الغامض اللي أسموه حركة اللهم ثورة، وده بمساعدة زي ما قلنا أبو عمر المصري اللي انضم للجماعة الإرهابية دي في أواخر 2016، وده بعد فشل الدعوات التحريضية للي حاولوا إن هم يسموه ثورة الغلابة. هنشوف مقطع ونرجع مرة ثانية. حريم احمد عبد الحفيظ، في الجديده مركز الحروب محافظه الفيوم. اولا يا ريت نكون اخويا، لان انا اصلا اسقطناها من حساباتنا نهائي، واسقطناها من الوصل الاجتماعي بالنسبه لنا، لان ده انسان خاين وانسان جاسوس وانسان المفروض تصف عنه جنسيه لانه ما يستحقش يكون مصري. ازازة لتر من دي لو اترمت من فوق على مدرعة شكرا على كده هتولع فيها، هتولع فيها مفيهاش كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد ومعاكم ابو عمر المصري. وفي النهارده ان شاء الله باذن الله احنا هنتكلم على موضوع التعديلات الدستوريه. طيب الحقيقه اعتقد انه الناس ربما تكون مش متفاجئه، لكن مهم ان هم يكونوا باستمرار عارفين المحاولات اللي بتتم والطرق والاساليب اللي بيلجا اليها الارهابيين وجماعه الاخوان للوصول الى هدفهم وهو اسقاط الدوله المصريه. معانا على التليفون استاذ ماهر فرغلي، هو باحث في شؤون الحركات الاسلاميه. مساء الخير يا استاذ ماهر واهلا وسهلا بيك. مساء الخير. اعتقد حضرتك يعني لست متفاجئ بمقطع الفيديو، لكن هو اكيد له دلالات مهمه سواء كان في كشف
هوية أشخاص بعينهم ومحاولاتهم المستميتة لهدم الدولة المصرية، مرورا بمسألة فشلهم في تقليب الرأي العام أو إيجاد أي قاعدة شعبية لهم ممكن يعني يستطيعوا من خلالها عمل ما تسمى بثورة الغلابة أو دعم ما يسمى بالحراك، حركة اللهم ثورة وغيرها. في الحقيقة أنا مش متفاجئ مطلقا بما يحدث، يعني هذا الموضوع قديم جديد طوال الوقت، هم بيعملوا محاولات يعني مش عارف حملات طوال الوقت، يعني قديلهم حوالي من عام 2013 حتى الآن أكثر من حوالي 20 حملة تقريبا عملوها، حملات فاشلة كلها يعني، وآخرها هذه الحملة. هم أصلا ماشيين على مسارين، يعني مسار بيطلقوا عليه هم في خطتهم اللي هو وضعها التنظيم الدولي في اسطنبول تحت اشراف المخابرات التركية، اللي هو بيسموه مسار الصراع الكامل، يعني اللي هو يتصارع مع الدولة المصرية مسار صراع متكامل على نواحي متعددة. الناحية الاولى هي ما يسمى الحراك الشعبي، ازاي اني احرك الشعب في مواجهة السلطات والامن والدوله واسقط النظام لكي تعود جماعه الاخوان مره اخرى. والمسار الثاني اللي هو اللي بعد الحراك الشعب والحراك الجماهيري مسار اللجان النوعيه المسلحه الارهابيه. هو بيتحرك على المسارين دول. في خلال تحرك المسارين دول من المهم جدا ان هو يتحرك اعلاميا ودعائيا. ده بيكون على السوشيال ميديا دايما، بيكون على المواقع بتاعتهم صفحات، على مواقع بديلة يعني بتطلق من خارج مصر، مش بيكون عليها يعني لا شعار ولا اسم جماعة الإخوان، لكن هي صحيح. بتكون مموهة بأسماء أخرى وبمضامين كمان ليست مباشرة يعني. طب هنا سؤال ليك يا أستاذ ماهر، هم أنشأوا كيان اسمه اللهم ثورة، واضح من اسمه وهم دعوا إلى حراك ثورة الغلابة أو ما تسمى بثورة الغلابة، هم بيستغلوا واضح جدا إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وجود يعني بعض يعني الأحوال الاقتصادية اللي ممكن تكون صعبة على بعض الناس، لماذا بيفشلوا في القيام او تقليب الراي العام على القياده السياسيه؟ لماذا لم يتبعهم احد؟ ليه ما صدقهمش حد ومش وراه؟ لان الشعب المصري شعب ذكي بطبعه، شعب عارف كل المؤامرات اللي بتحاك حول الدوله المصريه، شعب وثق ولاول مره في خلال السنين الاخيره ان القياده بتاعته قياده هي قياده حكيمه هدفها رغم كل الاجراءات الصعبه اللي بتاخدها والقرارات المصيريه اللي بتاخدها لهدفها اصلاح المواطن واصلاح حال المواطن المصري رغم الصعوبات. ما فيش دوله في العالم يعني دخلت في اجراءات اقتصاديه زي اللي واخدها مصر وما مرش الشعب فيها بصعوبات. يعني انا اذكر في باكستان ذوالفقار علي بوتو لما حد يعمل القنبله النوويه قال لهم، قال للشعب بتاعه في خطاب رسمي متلفز، قال لهم لناكل اوراق الشجر حتى نصنع القنبله. فاي شعب لازم بيضحي، واي شعب، والشعب المصري شعب بيدرك ده، يعني شعب بيدرك صدق النوايا. كمان اعتقد يا استاذ ماهر يعني بتكون واضحه دايما، يعني القياده السياسيه اعتقد انه الشعب واثق تماما في صدق النوايا بصرف النظر عن كل حتى الانجازات اللي بتتم على الارض اللي موجوده واللي شاهده يعني على هذا الامر. بشكرك جزيلا استاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه. خليني بقى اروح مع حضراتكم للمقطع الثاني. في هذا المقطع هو بيورينا جانب اخر، محاولات اخرى من خلال استخدام السوشيال ميديا، انشاء مجموعه من الصفحات طبعا بتمويل كبير جدا، اللي بيقوم بقى بهذا الجهد احد الارهابيين وهو احمد ابو عمار، وكان هدفه في مخططه الاعتماد على صفحات السوشيال ميديا بشكل كبير للتحريض على العنف، وطبعا ده من خلال انشاء صفحات تحريضيه ضد مصر وبيسموها مسميات كتيره الانتفاضه وغيرها، وبتمويل ضخم من قطر ومن تركيا. هنشوف في الجزء ده واللي هنعرضه مع حضراتكم دلوقتي، هو هنكشف من خلاله تسريب صوتي لهذا الإرهابي أحمد أبو عمار واللي بيتكلم فيه عن قيام مخابرات الدول الداعمة للإرهاب بتمويل الجماعة الإرهابية لدعم مخططها، واللي بيهدف في الأساس لدعم الفوضى وإسقاط الأنظمة بمساعدة هاني صبري، وهو واحد كمان من أحد الأعضاء الجماعة الإرهابية الهاربة في قطر واللي أسس كيان اسمه إذاعة هنا الثورة. خلينا نتابع هذا المقطع. طيب
بالنسبه للنقاش النقطه دي هتكون بالنسبه للدنيا بتاعت هاني صبري اللي هو بتاع اذاعه هنا الصور، تمام؟ اللي اتكلمنا فيها قبل كده يعني. كان بيقول لي انا عايز طب نعمل حاجه وفكر فيها ورد عليا، قلت له ماشي. قال لي عايز نكون صفحه عددها يقدر بمئات الالاف، يعني نبدا من 100,000 مثلا ولا حاجه ونكبرها، تمام؟ والشيخ خالد واكثر من شخصيه تصدر المشهد في الانتفاضه، تمام؟ لان طبعا احنا عارفين هو اصلا شكله فاهم الحوار كله بتاع ياسر يعني. تمام؟ فلذلك قال انا فاهم الدنيا مع ياسر وفاهم ان هو مش هيطلع تاني والظهور والكلام ده كله وانه كنتم مكملين. قال لي انا عايز اسالك سؤال، لو دلوقتي عايز اجيب لك دعم يقدر بمئات الالاف، تمام؟ وده من دول كمان، مش من اشخاص بعينها او مش اشخاص مصريين اصلا يعني. تمويل ودعم من دول، وكمان ممكن حتى تدي رواتب للناس اللي هتشتغل معاك، تمام؟ قال لي نبني صفحه كبير باسم الانتفاضه، تمام؟ ويكون عددها كبير وزي الشيخ خالد وزي كذا شخصيه عامه يتبنوا الانتفاضه ويشتغلوا عليها، تمام؟ ونقويها ونزودها، تمام؟ اسمه ده حتى الموضوع يتصدر على السوشيال وعلى الاعلام وعلى 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 وكذا، تمام؟ وانا بقول لك اهو هجيب لك دعم من دول حتى مش من شخصيات. ده مضمون الكلام، وقال لي فكر فيه. انا بس هضيف جزئيه ثانيه عشان بس يبقى الكلام كله تمام. اللي قال لي الكلام ده خاص بك يا احمد ومش هقول مش هقوله لحد ثاني، قلت له تمام. قال لي احنا اللي شغالين فيه وفي تواصل بيقول مع المخابرات في الموضوع دوت، يعني بيقول احنا شغالين على اننا بناء على تواصل معاهم، يعني بيقول احنا شغالين على اننا نبني كيان ثوري كبير جدا جدا، صفحته على الفيس تقدر بالمئات، حاجات كتير جدا جدا تكون قويه وكبيره، تمام؟ وقال لي هم اللي هيتولوا الموضوع يعني دعم، وحتى لو بالمرتبات، تمام؟ يعني تخيل بيقول لي لو معاك مثلا 100,000 واحد على الارض مرتب شهري كل يوم هيتحول. طيب زي ما حضراتكم سمعتوا ده تسجيل صوتي. الحقيقه اللي لفت نظري في هذا التسجيل هي جمله واحده بس، يعني هي دي اللي بتعنيني انا كمواطنه مصريه خايفه على بلدي وعايزه اكتشف باستمرار واعرف هم بيفكروا ازاي او هم ماشيين في اي طريق وفي اي اتجاه. لما قال له انه دعم بمئات الالاف من دول مش من اشخاص، يعني اعتقد انه ما فيش اكثر من كده وضوح واعتراف يعني قوي جدا بانه من يحرك هؤلاء دول وليست أشخاص، دول يعني مخابرات هذه الدول، مؤسسات هذه الدول، رموز هذه الدول، كلنا عارفين من هذه الدول اللي ليها مصلحة في الخراب، والحقيقة لا تفوت المناسبة علشان تقوم بهذا الأمر. اختصارا على حضراتكم خليني بقى أخدكم المقطع الأخير واللي الحقيقة أنا شفته على السوشيال ميديا وناس كتير جدا تبعته وتم تناوله وتداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. زي ما حضراتكم عارفين أنه جماعة الأخوان بتفشل باستمرار في كل الجهود اللي بتقوم بيها، سواء كان من خلال مسميات كيانات ينشئوها علشان يقوموا بعمل ما ويفشلوا فينشئوا كيان آخر ويموتوا الكيان القديم اللي هو اتحرق خلاص لم يعد يمكن أن يجدي، وبالتالي تم إنشاء كيان جديد اسمه الحركة الشعبية المصرية. الكيان ده الهدف منه هو طبعا إثارة الشغب في مصر وتلقي طبعا تمويلات من الخارج وتقليب الرأي العام باستخدام كل حضراتكم أكيد عارفين التفاصيل دي يعني أكتر مننا. هنرد على حضراتكم الجزء الثالث من الفيديو اللي معانا واللي بنوضح فيه طبيعة الحركة دي، مين عناصرها، بيفكروا ازاي، بيهدفوا لايه، والاسوأ كمان ازاي تركيا بتوظف وبتحرك اعضاء هذه الجماعة المصريين المفترض لانهم يقوموا باعمال عدائية ضد مصر. وكمان بيتضمن لقاء من تركيا في اعضاء الجماعة الارهابية محمد صلاح سعد وعلي ابو النجا وياسر العمدة، تاني ياسر العمدة، علشان يتم الترويج لفكرة اطمن انت مش لوحدك، الهاشتاج اللي يعني سقوط مزري جدا خلال الفترة اللي فاتت وأصبح كمان مسار تهكم وسخرية وكوميكس كتير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف ونرجع مرة تانية.
هجيبها كده من على يميني محمد بي صلاح على ابو النجا والاستاذ ياسر العمده للقاء ثلاثي من اسطنبول علشان نبقى عارفين ان ما تخافش انت مش لوحدك. احنا طالعين طبعا ندعم حراك اطمن انت مش لوحدك، حد هيجي يساعدنا من بره اهلا وسهلا. احنا كان عشمنا في الناس دي انها تقف معانا من 2016 لما كنا بندعو لثوره الغلابه، وكان عشمنا جامد جدا في محمد ناصر وفي معتز مطر. النهارده في حاجه لم تتم قبل كده، احنا تقريبا بدانا كلنا نتوحد النهارده، كلنا تقريبا كل اللي كانوا بيطلعوا لكم على في اي نشاط في اي دعوه ثوريه وفي اي بث مباشر بداوا يتواصلوا مع بعض، يا جماعه احنا كلنا راجل واحد وماشيين في الاتجاه ده بس. بيسالوني على اردوغان، الرجل الشهم المخلص الخلوق اللي عنده دين وعنده اخلاق وعنده احساس، رجل عنده مبدا يا جماعه، عنده مبدا بيدافع عن اي مظلوم، في الزعيم القائد الرجل اللي هو اشرف واطهر واطيب انسان يمكن تكاد تكون شافته البشريه هو الدكتور محمد مصري المرسي في الوقت اللي احنا فيه ده. انا رايي اللي هاجم الراجل ده اللي هاجم اردوغان كانه بيهاجم امه. تركيا مختلفه تماما عم. احنا لسه ما وصلناش حتى ل1 يعني في الالف من الحضاره اللي وصلتها تركيا في العشر سنين اللي فاتت. يعني لو بتلعب شطرنج فمصر دي مثلا تقدر تحسبها ايه؟ عسكري، عسكري كتير طابيه. انما الملك هي تركيا، وتركيا يعني متمثله بصراحه يعني في شخص رجب طيب اردوغان الحقيقه. نعم. انما يعني ربنا يعني يحميه، لان هو يعني هو سبب من وجود ناس كتيره في امان الحقيقه. دي حاجه، وجود الامه كلها ده رقم واحد، الامه كلها. طب ما مرسي محمد مرسي ما كان عنده اخلاص، ما كانش من نصيب، لم يكتب له ربنا له حكمه. شعب جاهل. الحاجه الوحيده اللي انا بشهد بيها لمصر للطيران ان الفتره اللي اشتغلت فيها في مصر للطيران ان انا طرت بالدكتور محمد مرسي 4 مرات، ودي يعني ده اكبر وسام شرف ليا يعني على صدري وفي حياتي كلها. يعني الواحد يعني الحقيقه بيأسف لما بيعلم انه هؤلاء الاشخاص هم مصريون وبيتحدثوا بلكنه مصريه وبلسان مصري لا تخطئ الاذن، ويعني الحقيقه بيتعجب من اين ياتون بكل هذا القدر من الضلال، يعني من اي منطلق، من انهي جينات فجاه قفز اليهم كل هذا القدر من الضلال، لان هم ضالون في كل الاحوال، هم ضالون، وده اقل وصف يمكن وصفهم بيه. معانا على الهاتف استاذ بلال الدوي مدير مركز الخليج لمكافحه الارهاب. مساء الخير يا فندم واهلا بيك. مساء الخير يا استاذه واهلا بالساده المشاهدين، وانا بشكر حضرتك على التعقيب الجميل اللي حضرتك قلتيه، ويمكن ولكن انا مش باسف، لان انا اتعودت واتعلمت وقريت ما كتبته جماعه الاخوان وافرادها عن انفسهم، فتاكد لي بانهم جماعه خائنه بما تعنيه الكلمة من معاني. خليني اتوقف بقى مع حضرتك يا استاذ بلال، بعتذر عن مقاطعتك، بس خليني اتوقف مع حضرتك عند نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية إحيائهم لفكرة هاشتاج أنت مش لوحدك، وكل ما يحمله من دلالات أن هم أصبحوا في حضيض الحضيض، من يعني لم يعد لديهم أي قدرة على يعني البقاء والاستمرار، وبالتالي أصبحوا يعني يدعموا هذا التوجه والهاشتاج. الفكرة الثانية فكرة أن هم بيشيروا لتوحدهم، أنه إحنا دلوقتي متوحدين، وده فعلا بيؤكد كل الكلام اللي قلناه قبل كده عن أنه هم في بينهم تدب خلافات مصالح كبيره جدا داخليه بتهددهم تماما بالانهيار. بالظبط كده. خلينا نقسم الموضوع لاقسام كده منفرده، كل قسم لوحده. لو هم بيتكلموا عن اطمن انت مش لوحدك، لا، احنا تعودنا من بعد الثوره العظيمه في 30 يونيو في 2013 ان احنا نقابل اشكال والوان واسماء يعني كثيره جدا، والموضوع بقى مفهوم قدامنا. هيقولوا اطمن انت مش لوحدك، هيقولوا ثوره الغلابه، هيقولوا اللي هم ثوره، هيقولوا طلائع الحسم، هيقولوا اذاعه هنا الثوره، هيقولوا انتفاضه، كل ده يقع تحت ما تقوم به جماعه الاخوان لاحداث الفوضى ونشر العنف في مصر. ده رقم واحد. رقم اثنين، ما وراء هذه الجماعه الخائنه واضح بما لا يدع مجالا للشك، بان وراء هذه الجماعه اجهزه مخابرات دوليه باعترافهم وبما اكدوه باعترافهم دلوقتي في الفيديو، وبما اكدته جميع القضايا العنف والتطرف التي تنظر امام نيابه امن الدوله العليا. رقم ثلاثه، عايزين نقول
ان خطورة استخدام السوشيال ميديا والدور اللي بتقوم به بعض الدول في استهداف مصر ونشر العنف فيها عن طريق استخدام مجموعات كبيرة جدا بأعداد طائلة جدا بتوفير مبالغ ضخمة جدا لتمويل هذه الأعضاء اللي موجودة على السوشيال ميديا. وهم قالوا وذكروا بالاسم يعني يا فندم، هم قالوا اردوغان، يعني خلاص اصبح واضح. وفكره التمجيد والتفخيم في شخص في شخصه بشكل حتى يعني مبالغ فيه ولا يمكن ان يكون منطقي. والنقطه الثانيه بقى سب الشعب المصري، ودي نقطه ما ينفعش ان احنا نغفلها عند وصفه بالجهل، وكانهم يعني اصبحوا لا يريدوا الانتماء الى هذا الشعب. بالظبط كده، اصبح علينا ان نقول بالفم المليان ان احنا امام علينا ان ننظر الى جميع افراد جماعه الاخوان اصبحت جواسيس باجهزه مخابرات دوليه. والدليل ان احنا في كل قضايا العنف يا فندم لما نيجي نقراها بنيابه امن الدوله العليا نفاجئ بخيانه عظمى لجميع الدوله المصريه. خيانه للجيش، وخيانه للشرطه، وخيانه للشعب المصري، وخيانه لثورتنا، وخيانه حتى لتراب مصر ومياه النيل. فبنتكلم عن اصبح امام الشعب المصري واضح جدا ان احنا ما زلنا حتى هذه اللحظه بنحارب وبنتحارب. الراجل الخاين اللي اتكلم دلوقتي بيقول ان احنا لدينا دعم من دول، اقدر اجيب لك دعم من دول، ولو في 100,000 واحد على الارض مستعدين يدوا مرتبات شهريه. لازم الشعب المصري يدرك تماما اننا حتى الان الموضوع ما خلص، الموضوع في 30 يونيو ما خلص. احنا قدامنا دوله كانت بيستهدفوها عن طريق الارهاب، احنا دلوقتي بنحارب الارهاب بايد وبنبني بلدنا بايد تاني. صحيح. علينا ان احنا نقول لشعب المصري العظيم اللي ببارك له وببارك لجميع الشعب المصري باتمام التعديلات الدستوريه على اكمل وقت بصوره مشرفه ان الموضوع ما خلصش. لازلنا حتى هذه اللحظه بنتحارب من مجموعه من الخونه المحسوبين على جماعه الاخوان. ويكفي المواطن وعيا بهذا الامر، يعني يكفي المواطن ان يكون واعي لهذا الامر، لانه الوعي هي الخطوه الاولى لتجنب مآلات ونتائج وتبعات هذه المؤامرات وهذه المحاولات التخريبيه والمحاولات الخبيثه باقل وصف يعني اللي بتقوم بها الجماعه الارهابيه ومن ورائهم. بشكر حضرتك جزيلا استاذ بلال دوي مدير مركز الخليج لمكافحه الارهاب. وبعد الفاصل لمشاهدينا الكرام، يعني في ظل ما يعني تواجهه مصر من حملات شرسه على امنها واستقرارها، الدوله ماضيه الحقيقه في طريق يعني واضح المعالم تماما ومشهود له من العالم اجمع. زياره ناجحه جدا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين والمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، نتائج هذه الزيارة وانعكاساتها ودلالات اللقاءات الكثيرة المهمة والقوية اللي قام بها سيادة الرئيس مع زعماء العالم. بعد الفاصل. طيب الحقيقة طبعا عايزين برضو نهني طبعا كل المصريين بأعياد الربيع وبعيد القيامة المجيد. كل مصر دايما بألف خير وتكون يعني دايما أهلها في سلام وفي أمان. والحقيقة وإحنا بنتكلم عن التنمية اللي بنعيشها وعن أجواء الاستقرار والأمن والأمان، في جهد الحقيقة كبير بيتم النهاردة. عاد إلى القاهرة بأمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بزيارة مهمة للصين، وده بناء على دعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. طبعا في خلال هذه الزيارة كانت هي بالأساس قمة مهمة جدا، وهو منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، واللي شارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات على مستوى عالي جدا من التمثيل. سيادة الرئيس أجرى لقاءات مهمة على هامش الزيارة، بدأها بأمير إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ثم أيضا لقاء وقمة مهمة مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ. أيضا كان في لقاءات أخرى مهمة جدا ودار فيها حوارات مهمة. وزي ما حضراتكم عارفين العلاقات المصرية الصينية بتشهد حالة من التعاون الوثيق على مختلف الأصعدة. نتعرف على فحوى هذه القمة وهذا المنتدى المهم، وايضا ما هي مبادره الحزام والطريق وكيف تستفيد منها مصر، والمكاسب اللي حققتها مصر والاتفاقيات اللي تمت وتاثيرها المباشر على اقتصادنا ودور الاستثمارات الصينيه بقى في المرحله المقبله ودورها الاقتصادي في المنطقه بشكل عام، وكمان دور قناه السويس في هذه المبادره المهمه مبادره الحزام والطريق. لي ارحب بضيف الكريم اللي مشرفني في الاستوديو دكتور محمد فايز فرحات رئيس وحده الدراسات الاسيويه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. مساء الخير. أكيد حضرتك تابعت معانا على مدار الأربع أيام
كل التفاصيل الخاصه بالقمه. الحقيقه قمه واخده زخم كبير جدا، لانه اولا هي احياء لطريق التجاره التقليدي طريق الحرير، بالاضافه الى زي ما حضرتك كنت بتقولي قبل الفاصل فكره البعد التنموي، والجميل فيها ان هي فتح ابوابها لمن يريد ان ينضم، ليست مغلقه على نفسها او مغلقه على مجموعه من الدول. خليني اعرف مبدئيا من حضرتك ايه هو مبادره او منتدى الحزام والطريق، ومين الدول المشاركه فيه، وما هو الاساس اللي بيقوم عليه؟ طيب اولا طبعا المبادره طرحت في عام 2013 وطرحت على مرحلتين، وطرحت من جانب الرئيس الصيني، بمعنى هي مبادره من البدايه هي مبادره صينيه، وده يمكن اللي ورا فكره انها مبادره ليست مشروعا، ليست استراتيجيه صينيه، لكن الصينيين متمسكين بهذا المفهوم انها مبادره من جانب الصين، وبالتالي هي مفتوحه للتفاعل من جانب الاطراف الاخرى المعنيه. المبادرة بشكل عام فيها مكونين، مكون بري ومكون آخر بحري. المكون البري هو اللي بيروت ما بين الصين وبين مجموعة من الأقاليم اللي بتشمل جنوب آسيا وبتشمل وسط آسيا وروسيا وأوروبا أيضا، بتشمل مجموعة من الممرات الاقتصادية، سكك حديدية، خطوط مواصلات دولية، خطوط لنقل الغاز، خطوط لنقل أنابيب لنقل النفط، مناطق تجارة حرة. فبالتالي هي بناء موانئ في بعض المكونات البرية، في بناء موانئ زي ميناء جوادر في باكستان. المكون البحري اللي هو بيتجه من شمال من شرق الصين مرورا بالمحيط الهندي ثم المحيط الهادي الهادي ثم الهندي ثم الى البحر الاحمر وقناه السويس والبحر الابيض المتوسط ثم الى اوروبا. عبر هذا الطريق هو طريق للتجاره، التجاره البحريه بيتضمن بناء موانئ، تطوير مطارات على بعض المناطق في شرق افريقيا بالذات. فبالتالي المبادره هي شيء او اطار مركب جدا ومعقد بيتضمن مجموعه من المكونات، بالاضافه لكل كل هذه المكونات في ابعاد اخرى غير ماديه او ابعاد تتجاوز مساله الممرات الاقتصاديه وطرق التجاره، في مكونات المتعلقه بالتفاعل ما بين الشعوب، فبالتالي بتفتح افاق للتفاعل الثقافي والتفاعل العلمي، السياحه ايضا، في تركيز بعد مهم في المبادرة قائم على هذا القطاع. بيفتح مجالات شراكة كمان مهمة بالتحديد. بالطبع طبعا ما يميز هذه المبادرة، طبعا كان في مشروعات العالم عرف مشروعات كبيرة بهذا يعني دولية زي مشروع مارشال على سبيل المثال بعد الحرب العالمية الثانية، وده كان مشروع. لكن ما يميز مبادرة حزام والطريق انها اولا اكثر اكبر حجما من قارات افريقيا واسيا اوروبا، يضم عدد كبير من الاقاليم، يركز على مسألة التنمية، الربط ما بين التنمية والتجارة، التركيز على الاستثمار في البنية الأساسية، فبالتالي انها غير مغلقة، بمعنى ان على عكس مشروع مارشال على سبيل المثال كان بيستهدف منطقة معينة، كان بيتعامل مع تهديد استراتيجي هو التمدد الشيوعي او التمدد السوفيتي. المبادرة حزام الطريق لا يعني لا تقوم على فكرة الاستبعاد او لا تقوم على فكرة انها تتعامل مع تهديد معين، هي مبادرة مطروحة للتفاعل من اي من الدول اللي شايفة انها ممكن تبقى جزء من هذه المبادرة، لكن هي تستهدف عدد كبير من الدول، وهذا العدد يزيد يعني من كل عام الى اخر. في بعض الدول كانت مترددة من الالتحاق بهذه المبادرة، لكن أعتقد الاتجاه العام هو أن عدد ضخم من الدول ربما وصل إلى 90 دولة حتى الآن بتعلن اهتمامها بهذه المبادرة، وتعبر بشكل أو بآخر عن رغبتها في أنها تكون جزء من هذه المبادرة. في الحالة المصرية طبعا الصينيين كانوا واضحين من البداية أن لا يمكن الاستغناء عن مصر. مصر كانت تركيزها أعتقد من أول الركائز اللي على أساسها بنية سبيل. بالطبع سبيل. يعني لو رجعنا لكل الخرائط اللي طرحت من اليوم الأول للمبادرة، مصر واقع على هذه المبادرة، وطبعا هذه الخرائط طرحت من جانب الصين، فبالتالي مصر من البدايه هي جزء من هذا من هذه المبادره فيما يتعلق خاصه بالمكون البحري او طرق التجاره بالضبط، لانه طبعا
احد الدوافع اللي كانت وراء طرح المبادره من الصين هي الهروب من مناطق التجاره التقليديه البعيده نسبيا اللي بتتميز بدرجه من الهشاشه الامنيه، خاصه مضيق ملقا ومضيق تايوان ومضيق هرمز. لكن فيما يتعلق بقناه السويس، الخرائط الصينيه من البدايه كانت واضحه في هذه المساله ان قناه السويس ركيزه اساسيه في المكون البحري للمشروع. جميل. يعني نقدر نقول انه قناه سويس كمان في خلال الفتره اللي جايه، وقت لما هتبدا بقى انطلاق المبادره ويتم يعني الدخول في والانخراط فيها بشكل كامل، هيكون في كمان عدد اكبر من الحاويات والناقلات وهتعبر من خلال قناه سويس، ويمكن ده هيكون فيه اكيد منفعه كبيره، بس كمان هنقدر ان احنا يعني نعرف الاهميه الكبرى اللي اضافتها قناه سويس الجديده والتوسعه اللي تمت في قناه سويس لتقليل زمن العبور واستيعاب حاويات بأحجام أكبر. ده هيكون مرده في هذه المبادرة وغيرها. في جزء آخر من المبادرة وهو فكرة مد الكابلات البحرية والدخول في مجال الرقمنة بشكل أكبر. إزاي ده المبادرة بتستهدفه، وإزاي أنا كمصر هستفيد منه من خلال كوني جزء أساسي من هذه المبادرة؟ في الحقيقة فيما يتعلق بالجزء بتاع تأثير المبادرة على قناة السويس، أنا يعني يعني التأثير حتى الآن ووفقا لكل الدراسات في تأثير إيجابي ضخم على المبادرة على حركة التجارة في قناة السويس، وده هيكون بسبب عاملين رئيسيين. العامل الأول هو أن الممرات الجديدة اللي مركزة عليها الصين، خاصة ميناء جوادر في باكستان، هيأثر مدد الشحن وتكاليف الشحن بشكل كبير للتجارة ما بين أوروبا وما بين الصين. بمعنى أنه التجارة المتجهة من أوروبا إلى الصين والعكس ستسلك طريق أقصر بكثير جدا من الطريق التقليدي. الطريق التقليدي كان قايم على مرور التجارة من أوروبا ثم البحر المتوسط ثم قناة السويس والبحر الأحمر ثم المحيط الهندي والاتجاه إلى المحيط الهادي والمرور بالمضايق التقليدية في هذه المنطقة إلى السواحل الشرقية للصين، الموانئ التقليدية لميناء شنغهاي بالأساس. الطرق البديلة هتاخد مسار من البحر من اوروبا البحر المتوسط البحر الاحمر قناه السويس البحر الاحمر ثم الاتجاه شمالا الى ميناء جوادر في باكستان ثم مرور بخطوط السكك الحديديه عبر باكستان الى الاقليم شينجيانج في شمال غرب الصين. هذا الطريق البديل هو طريق اقصر بكثير جدا، اكثر يعني ربما التخفيض من ناحيه المسافه ربما تزيد عن نصف المسافة، بالإضافة طبعا إلى تكاليف الحاويات أو تكاليف النقل عبر هذا الطريق الجديد هتكون أقل بكتير أيضا من الطريق التقليدي. فبالتالي خلق التجارة الجديدة هيجي بسبب التراجع أو الانخفاض في حجم تكاليف النقل بالإضافة إلى المسافة. ده معناه تجارة أكبر ما بين الصين وما بين كل الدول المرتبطة في وسط آسيا وما بين أوروبا، وبالتالي زيادة حجم التجارة المتوقعة ما بين أوروبا وبين الصين بسبب هذه العوامل. جميل. العامل الثاني متعلق أنه وده طبعا يفسر لنا أنه إزاي أن قرار قناة سويس جديدة كان قرار مبكر جدا في تقديري للتعامل مع التغيرات بالضبط التغيرات المتوقعه في طرق التجاره، لانه الكلام حوالين طرق التجاره كان موجود من يعني من من من, من سنوات، يعني قبل طرح فكره مبادره الحزام والطريق كانت الافكار كان في افكار جديده حوالين بناء محاور جديده للتجاره. فبالتالي كان التقديرات انه لابد من الاستعداد لهذه المرحلة. فبالتالي اعتقد انه هذا القرار قرار قناة سويس جدا كان قرار حكيم جدا مبكر جدا لهذه التغيرات. طيب اتفضل يا فندم. المتغير الثاني اللي هو متوقع انه ينعكس ازاي هتنعكس المبادرة على قناة السويس او التجارة، انه منطقة غرب قناة السويس يعني هي بقى اصبح يعني منطقة لانتاج واعادة تصدير
جديده، فبالتالي ده معناه في تجاره جديده ايضا متوقعه بين هذه المنطقه وما بين الاسواق المرتبطه بالحزام والطريق، وده طبعا الاسواق الافريقيه بالاساس ثم الاسواق الخاصه بالمنطقه العربيه. لان هنا بيبقى في اولويات بقى، يعني فكره ان يكون هذا الرابط وهي هذه المبادره، هذه المنصه اللي بتجمع بين هذه الدول، بتجعل من الدول المشاركه فيها هي اولويه بالنسبه لهذه الدول، فتكون انا المنتجات المصريه ليها اولويه عند الدول المشاركه والعكس صحيح، وبالتالي ده هيسبب رواج اعتقد كبير. عايزه بقى اتكلم مع حضرتك طبعا دكتور محمد بس سريعا لانه للاسف بتبقى من وقت ليس كثير. فكره بقى الاتفاقيات اللي تم تعنهامش هذه القمه، احنا شفنا سياده الرئيس هيستغل هذه المناسبه وعقد كثير من الاتفاقيات وتحدث يعني بشكل واضح عن فكره ان تتحول مصر الى مركز اقليمي لتداول، يعني ان تكون منصه لتخزين ونقل المعلومات من الشرق الى الغرب عبر المنطقه وغيرها من الاتفاقيات. ايه ابرز الاتفاقيات اللي تمت وانعكاسها على الوقت؟ هو طبعا الاتفاقيات، حتى الاتفاقيات اللي تمت هي ليست اتفاقيات يعني هي ليست الوحيده، الباب مفتوح مستقبلا لمزيد من الاتفاقيات. اعتقد انه الاهم شيء حدث في هذه القمه هو تقديم الاقتصاد المصري. هذه القمه او هذا المنتدى، هو المنتدى الثاني، اصبح منصه لكل الدول المشاركه انها تقدم اقتصادها، تقدم فرص الاستثمار المتاحه، مناخ الاعمال اللي موجود، وده اللي تم في هذه القمه او هذا المنتدى والمنتدى السابق، ودي طبعا دبلوماسيه مصريه اصبحت يعني تمثل تقليد، لانه ليست هذه المره الاولى التي يتم فيها تقديم الاقتصاد المصري في منصات مهمه. كان في منصات قبل كده في مجموعه ال20 وفي مجموعه البريكس، ودي المناطق او المجموعات اللي اصبحت هتلعب دور اكبر في اداره الاقتصاد العالمي. فبالتالي مهم جدا انه يبقى ان مصر تستخدمها كمنصات ل ترويج الاقتصاد المصري وتقديم الاقتصاد المصري في كل، وده طبعا تم في هذا المنتدى وفي المنتدى السابق وفي منصات اخرى. فدي احد مصادر اهميه هذا المنتدى، انه سيمثل مناسبه متكرره لتقديم الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار ومناخ الاعمال القائم. فيما يتعلق بمساله الطاقه، دي طبعا مساله شديده الاهميه حتى فيما يتعلق بمبادره الحزام والطريق، لانه في اهتمام كبير جدا من جانب الصين فيما يتعلق بمسألة الطاقة، لانه الصين تحولت الى مستورد صافي للنفط، ودي بعد. والبعد الاخر انه الصين ما زالت معتمدة على الفحم كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة، وده طبعا في تحول، هم مدركين ان ده احد يعني المشكلات الكبرى فيما يتعلق بقطاع الطاقة في الصين، وبالتالي في تحول الى الاستخدام او زيادة حصة ونسبة المكونات الاخرى او المصادر الاخرى للطاقة. فبالتالي ده يفسر لنا ليه مصر والسيادة الرئيس كان ركز وادى اهتمام لمسألة الطاقة، لانه الطاقة ستمثل قطاع مهم وشديد الأهمية فيما يتعلق بالتعاون عبر الإقليمي أو الإقليمي، خصوصا مع القفزة الكبيرة اللي مصر بتعملها في مجال الاستثمار في الطاقة وتقديم مفردات يعني جديدة حتى في مجال الطاقة، أن تكون مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة، أن يتم يعني استخدام الطاقة بشكل أكثر تحضرا وبشكل أكثر حداثة في من خلال مصر، استخدام واستغلال بنيتها التحتية الموجودة والمحطات تسييل الغاز إلى آخره. أعتقد أن دي مفاهيم. أخيرا دكتور محمد، شايف الفترة اللي جاية هتكون عاملة ازاي في مجال الشراكة سواء كان مع الصين أو مع الدول الأخرى الموجودة في مجال الحزام والطريق؟ في الحقيقة طبعا أنا أعتقد أنه هيتم تركيز على استغلال مبادرة حزام والطريق، لأنها بتتيح فرص كبيرة جدا لأولا مصادر لتمويل عملية التنمية ومشروعات البنية الأساسية في مصر، فيما يتعلق بالتركيز على تحويل مصر لمركز للطاقة، استغلال الإمكانيات اللي موجودة والاهتمام اللي هتحظى به هذا القطاع في مبادرة الحزام والطريق، الربط بالسوق المصري بالأسواق المختلفة المرتبطة بالحزام والطريق سواء خاصة القارة الأفريقية، وطبعا المشروع بتاع القاهرة كيب تاون أعتقد أنه هيكون مجرد أحد المشروعات في هذا المجال من أفاق على مستويات عدة. الحقيقة بشكرك جزيلا دكتور محمد فايز فرحات رئيس وحدة الدراسات الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لوجود حضرتك معنا، وبشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. إلى اللقاء.